إن أهم ركن يميز المتفقه من غيره محاسبة النفس. فالمتفقه هو الورع الذي يحاسب نفسه في الأموال، في التعامل مع الناس، يحاسب نفسه في علاقاته مع الناس، دائما في حالة حذر واحتياط أن لا يرتكب موبقة لدينه. ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، كل يوم، فإن عمل حسنة أو فإن عمل حسنا استزاد الله، وإن عمل سيئا استغفر الله وتاب إليه. فالذي يميزنا كمتفقهين أو طلبة علوم أن نكون مثالا لمن يحاسب نفسه ويدقق مع نفسه: كيف أتصرف في هذه الأموال؟ كيف أتعامل مع الناس؟ كيف أتعامل مع أبناء المجتمع الإيماني؟ كيف أعيش حياة ذات حذر واحتياط وأكون مثالا لقوله عليه السلام: أخوك دينك فاحتط لدينك. فكلما كان مظهرا للورع والاحتياط والحذر كان مثالا واضحا للمحاسبة، محاسبة النفس. وكما قيل: عليك بالمحاسبة والمعاتبة والمراقبة والمواظبة، فلا يمكن إتمام طريقك إلا بهذه الخطوات الأربع: محاسبة فمعاتبة فمراقبة فمواظبة. وما لم تتحقق هذه الخطوات الأربع سيكون الإنسان في معرض الزلل والانحراف والعياذ بالله.